السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحة وسلام بإذن الله. حبايبي ان شاء الله الفيديو ديالنا اليوم خفيف ظريف وتحت الطلب ديال بزاف ديال الاخوات اللي تيقولوا لي شاكي معنا الوجبات الصحية لوليداتنا وداكشي. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الجرانولا في المنزل بواحد الطريقة اللي سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت، تطلع احسن بكثير من ديال الزنقة. غنية غنية بالبروتينات يعني الفيتامينات، فيها كل شيء، واحسن حاجة هو انها مصوبة على اليد. شوفوا معايا الجرانولا ديالنا اللي غنشاركوا ان شاء الله اليوم، هي هذه درتها نديروها في قرعة كتبقى عندنا لمدة شهر نحتفظوا بها. وهنايا كي تشوفوا معايا هذا هنا باش غادي ان شاء الله نفطر بها انا ووليداتي. هنا كي تشوفوا الدراري كل واحد صاوبت له القياس ديالو. هنايا عندنا يوغورت منزلي مع الجرانولا ومع البلوبيري التوت البري الازرق، واحد الفطور غني بالبروتين كيساعد الدراري على التركيز، وهذا ما يمشيوش ناعسين المدرسه بالثقل ديال الماكله الثقيله اللي ما فيهاش الافاده والمنفعه لهم. فطور غني غني بزاف بزاف، وماشي غير فطور، حتى الناس اللي كيديروا الحميه وداكشي بحال دابا ملي كيجينا الجوع بحال في العشيه ولا في الليل ولا هذا، بحال هاد الوجبات هادو بحال هكا تيكونوا صحيين ومزيانين. نقدروا نحيدوا مثلا التوت البري بالنسبه للناس السكري وهذا، وناخذوا غير جرانولا وناخذوا معها اليوغورت بدون السكر. ثلاثه ايام ما شاء الله صحيه ومزيانه. سو بلا ما نطول عليكم يلا ان شاء الله نبداو نصاوبوا هاد الوصفه الرائعه باذن الله. اوكي حبايبي غندوزو دابا ان شاء الله نشارك معكم المكونات ديال وصفه الجرانولا ديالنا. المكون الرئيسي اللي غادي يكون عندنا لاباز ديال الوصفه ديالنا هو يا الشوفان كي تشوفوا معايا. غنحتاجو كذلك هنايا عندي جوز الهند، وغادي نحتاج ان شاء الله هنا حبيبات ديال الشوكولات. بالنسبه للمكسرات انا هنايا غادي نستعمل شرائح اللوز والكركاع، هادو قربوا يتقادوا عندي، قلت باش نغسل القراعي ونخوي البلاصه غنستعملهما. ممكن نستعمل اي مكسرات موجوده عندنا في البيت ولا اللي كتبغيو نتومايا والعائله ديالكم. غادي نحتاج كذلك القرفه، زنجبيل، هادو تيبقاو حتى هما اختياريين، ولكن انا بغيت نعطي ديك النسمه نشجع الدراري باش ياكلوا الجرانولا ديال المنزل. هنايا عندي الفانيلا اكستراكت، عندي زيت جوز الهند كي تشوفوا معايا، شويه الملح اللي غادي نحتاجو باش الا بغينا نحلو هاد الجرانولا ديالنا، يا اما الميبل سيروب سيرو ديغابل يا اما العسل. يلا غادي ندوز معكم الطريقه هذا الميجرمنت العبارات اكزاكتلي. سو هنا كي تشوفوا معايا خديت اناء غارق كبير اللي غيهز ليا كلهم العبارات، وغادي ندير دابا ثلاثه الاكواب ديال الشوفان. ها واحد كوب الثاني، وعندي هنا الكوب الثالث، عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير. هو سكينجبير والقرفه على حسب الذوق، اللي كتعجبو القرفه يكثرها، اللي كيعجبو سكينجبير. انايا كنتمشى على الذوق ديالنا ديال العائله ديالي، داكشي علاش عزيزه عليهم القرفه، مي سكينجبير درت غير معلقه صغيره ماشي معلقه كبيره عامره. بنات عندي هنايا الكركاع، درت عندي هنا نصف كوب، شديته غير بالموس وقطعته طريفات على هذا الشكل بحال هكا. دابا ان شاء الله حتى هويا غادي نزيدو باذن الله على الخليط ديالنا ديال الشوفان. بالنسبه للوز مع عندي هذا يعني هو شرائح، ما محتاجاش باش هذا باش زعما نقطعو، غادي نديرو هكا. انا واخا عمرت هنايا فت نص كوب، كي تشوفوا معايا العبار ديال نص كوب ها هو هنايا. اللوز مزيان ماشي شي مضر، صحي، دونك غادي ندير ان شاء الله كله. الملح هنا درت ربع معلقه صغيره كي تشوفوا معايا. سو دابا هنايا غادي نحرك كلشي هذا الشيء مزيان ان شاء الله ينسجم مع بعضياته. طيب بنات يا سلام الريحه ديال القرفه وديال الزنجبيل، يا سلام. بالنسبه للسوائل هنا غادي نبدا ان شاء الله بزيت جوز الهند مع بارد الحال، قصحت عندي دونك انا محتاجه لواحد ثلث كوب ديال الزيت، غادي نذوبها ان شاء الله ونعبر ثلث كوب باذن الله ونرجع معاكم. شوفوا معايا هنا ذوبت زيت جوز الهند،
ما قدرت نهزها سخونه. ثيرد كاب، ثلث ديال الكوب اللي هما يا درتها في جوجل قالوا لي 5 معالق كبار، يعني 5 معالق كبار ديال زيت جوز الهند. غنخليها غير تبرد شويه وغادي نزيدها في الكاس هنايا. غندوز دابا نوجد هذا باقي السوائل بين ما تبرد ليا هيايا. بعد السوائل الاخرين عندي هنايا معلقه كبيره ديال الفانيلا اكستراكت. صافي حنا نسد الكوكونات اويل. كنت ما بغيتش ندير كاع الحلاوه ولكن الدراري قال لك لا بليز مامي ديري لينا، دونك انا غنضطر انني نصوب ليا جرانولا اخرى وحده ديالتي بوحدي، لان كتعرفوا مع السكري ما نقدرش هذا ناخذ شي حاجه حلوه. دونك هنايا درت كذلك ثلث كوب، يعني 5 حتى 6 معالق كبار ديال ميبل سيروب، ولا نديروا العسل اللي بغيتو. صافي السوائل ديالنا هيا اصبحت موجوده، غنحركها مزيان تنسجم مع بعضياتها ونزيدها ان شاء الله على الشوفان ديالي. هنا البنات غنزيدوا الخليط ديالنا ديال زيت جوز الهند مع الميبل سيروب مع الفانيلا اكستراكت، ودابا ان شاء الله غادي نخلطوا مزيان، غادي نديروا هذا الشوفان نديروا له بحال ماساج، ندخلوا له كله ما ديك السوائل مزيان. وهنايا راني شعلت الفران ديالي 325 فرنهايت تقريبا، نقولوا 160 بحال هكاك سيلسيوس، ونديروه ان شاء الله باش يتحمر. من بعد نرجع معكم نحرك مزيان ماسي هاد الشوفان ديالي ونرجع معكم باذن الله. صافي هنايا من بعد ما حركت داكشي مزيان الشوفان ديالي فزق مزيان بهذوك السوائل، ودابا ان شاء الله غادي ندير نديرو في لاطا. هنا الفران ديالي راه سخن باش ندخلو ان شاء الله يطيب. غنحاول نديرو، ودرت هنا لاطا حيت درنا الا درتو العسل ولا هذاك سيغو دي غابل ديرو القاعد ديال الطبخ باش ما يلصق لكم في لاطا، يكون احسن حتى بنين بغيو بحال كنغسلو ونظفو تيجينا ساهل. كما قلت لكم غندخلو الفرن خصها تحمر لمده 15 دقيقه، يعني انا غادي نخليها واحد 7 دقائق وغادي نرجع معكم. اوكي البنات هنايا درت المكانه على 7 ديال الدقائق، درت الالارم. صافي دابا غنحركو مزيان ان شاء الله، وغادي نزيد عليه باقي ديال العناصر اللي ما درناش. انا غنقول لكم علاش، بحال دابا هنايا الكوكونات عندي غير داك الكوكونات اللي جاف صغيور، الا عندنا دوك الكوكونات اللي الطروفه ديالو كبار نديروهم من الاول، الا عندنا بحال هذا الشكل هذا حيت غادي يتحرق وتيقصح تيولي المذاق ديالو خايب. سواء انا ما غاديش نديرو يتحمر 15 دقيقه كلها، غادي نديرو غير في 7 دقائق الاخيره. وكذلك غنزيد هنا حبيبات ديال الشكلاط، عندي نص كوب، هذا كيبقى اختياري زيدوا اللي بغيتو. نزيد دابا هنايا كوكونات شكلاط، هنا حبيبه ديال الشكلاط. صافي وغادي نحرك مزيان ونرجعو 7 دقائق الاخرى، المهم نكمل 15 دقيقه ديالي ديال الطياب ونخرجها معكم الفران ونرجعو باذن الله. البنات هنا خرجت هذا الجرانولا ديالي من الفران، غادي ندير لها واحد هذا نحركها واحد التحريكه خفيفه صافي ونخليها تبرد ان شاء الله. صافي هنايا البنات غتشوفوا معايا، عندي هنايا يوغورت منزلي سابق لي حضرته معكم بزاف ديال المرات. الجرانولا ديالتي هي وجدات، دابا هنايا ان شاء الله الياغورت هنايا غادي نزيد عليه الجرانولا كي تشوفوا معايا قياس اللي بغيتو. هنا كي تشوفوا معايا هذا الاناء هذا عندي كيساوي حق ديال اليوغورت اللي بحال اللي كنشرو من الزنقه العبار ديالو. صافي هنايا عندنا اليوغورت غني بالبروتين، عندنا الجرانولا كي شفتوا معانا جهزناها حتى هي غنيه فيها بزاف تاع لي فيتامين وصحيه ومصوبه على اليد، وزدت من هنا البلو بيري التوت البري الازرق، زيدوا اي فاكهه بغيتو. وكذلك الجرانولا ممكن نشربوها مع الحليب الا بغينا، نديرو نحطو القياس اللي بغينا في الشبانيه وتنخوو الحليب بارد وكنشربوها بحال الصغيار حتى 3 ايام، ما شاء الله زوينه وصحيه. ونزيدو على كذلك الفواكه وداكشي باش نشجعو الدراري ياكلوها.
سو دابا الفطور ديالنا هو يا فطور غني بزاف صحي ومفيد للدماغ ديال الدراري كلشي. هنا كي تتلفوا معايا الجرانولا ديالي درتها في قرعه اللي تكون فيها ديك الجلده باش نحافظوا عليها تبقى عندنا فريش، تبقى عندنا في محطوطه في البلاكار ديال التخزين لمده شهر ما كيوقع عليها والو. هكا اعزائي غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.